السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عندك فيديو والفيديو دوت الخلفية بتاعته خضراء زي ما انت عارف، ساعات في بعض الأوقات بنسجل الفيديو وفي خلفية خضراء ورا بحيث ان انت تقدر تحذفها بسهولة زي ما شفنا بعض دلوقتي. هات دايما من الميديا اختار الفيديو دوت بحيث ان هو فيه لون أخضر، أو أي فيديو عندك انت مسجله اهوت. لو انت بدأت تشغل الفيديو هتلاقي ان الفيديو بتاعك مغطي على الفيديو الأصلي. طيب احل الموضوع ده ازاي؟ هبقى هنا عندي حاجه اسمها فيجوال افكتس، واروح ساحب الريموف كلر من هنا لهنا، وزي ما شايف في علامه صغيره كده بحيث ان انت تزود تغير في الخصائص. هنحرك بس التولرانس شويه هتلاقي اللون الاخضر هو بدا يختفي. بص كل لو زودت اكتر بتبدا تساوي 5 تختفي. لا انا عايز بس اللون الاخضر بس هو اللي يختفي، وده لو انت عايز تعمل سوفتس شويه يوت بالشكل ده. لما تيجي تتفرج على الفيديو هتلاقيه بالشكل ده.